قال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي صالح قال: قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لضرار ابن ضمرة، قال له: صف لي عليا. فقال: أو تعفيني؟ قال: بل صفه. قال: أما إذا، يعني أما إذا طلبت وأكدت الطلب وألححت فيه، فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا. قال: يتفجر العلم من جوانبه، وينطق بالحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها. قال: ويستأنس بالليل وظلمته، مما يجي الليل ويسدل ظلمته، فإنه يستأنس بربه سبحانه وتعالى. وده يا جماعة من أقوى المعينات على الزهد في الدنيا وعلى غض البصر عن الحرام وعلى الابتعاد عما يغضب الله سبحانه وتعالى وعلى مجاهدة هذه النفس ومجاهدة شهواتها، قيام الليل. وشوف أي زول بقيم الليل، في الغالب بقيم الليل القيام الصحيح الذي يوافق السنة ويجتهد فيه في الطاعة وينكسر بين يدي ربي ويكثر من الدعاء ومن ذكر الله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، تلقاه يتلو القرآن ويبكي ويجلس في مصلاته ويتذكر ذنوبه ويخاف ويتوب، كأنه غفر له كل شيء. والله يا جماعه زول بيجلس مرات مجلس ويحاسب نفسه ويبكي بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويدعو ربه بالمغفرة، كأنه يشعر أن الله غفر له، وهذا من رحمة الله. أسأل الله يغفر لنا جميعا. الجوزي قال: مما يصلح القلب كثرة التفكر في أمر الآخرة، كان يكثر من البكاء وكان يكثر من التفكر في شأن الآخرة. بل تخلي الخواطر بتاعتك دي للشهوات، تلقاه قاعد ساعتين بيفكر في بيت ولا في امرأة وينوم ذاته يحلم بها. انت فكر في الآخرة تستفيد، قلبك ده بينصلح. ما شفت واحدين يبكوا؟ ذول كبير تلقاه يغني للناس بعد شوية يقع يدردق، هذول حاصل شو بلاوي ساي. واحد يجيبو يكورك وصورته واحشنيه، واحشك شنو جنبك، واحشك شنو بلاوي، زاد بلاوي كل يوم في البلد، نسأل الله. طيب قال: يقلب كفه ويخاطب نفسه، زول بحاسب نفسه كذا ويقلب كفه. قال: يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. ينزل قبل زول الأكل ساعتين ونص ويأكله في خمسة دقائق، ساعتين ونص يجيب كذا ويقول لك لا إلا المحلة الفلانية وكذا وكذا وكذا. ما لهذا خلقت؟ ما خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى. دي أشياء أنت بس يعني تستعين بها على طاعة الله. قال: كان والله كأحدنا، يعني زي الواحد مننا من التواضع، يجيبنا إذا سألناه ويبتدئنا إذا أتيناه. ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين قال: الإنسان يسكت إذا لم يجد كلاما حسنا، ما قادر يسبح ولا قادر يتكلم يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في البخاري ومسلم. قال: إلا مع الضيف، أما يجيك ضيف ما يحسن إنك أنت شنو تسكت، وإنما تتكلم معه وتؤانسه، وهذا من إكرام الضيف. مش يجيك أنت مدنقر وساكت تقول له أنا، يبدأ يضحك معك تقول له يا أخي ما بريد الكلام الكثير كذي، هو بقول أنت شنو متضايق منه وبيمرق، وده ما من الإكرام في شيء. طيب قال: ويأتينا إذا دعوناه، من ندعوه بيجي. ودي الغشة تسي ديل ما بيعملوها وهم صادقين، لكن في هذه ناس من أهل البدع بيعملوها وغشت بسببك، غشوا بها ناس كتار. واحد تلقاه صوفي حوار حوار ولا درويش، امرض
يقوم شيخ الطريقة يجيه في البيت ومعاه الجماعة. ده تاني لو داير يرجع الشيطان بيقول له شنو؟ هذا يقول له انت ما سائل الشيخ ذاته جاك في البيت، والناس دي تفارقهم كيف؟ يغشون يعني بسبب العاطفة لا يرجع عن الباطل إلى الحق، ما يرجع بسبب العاطفة. لكن هؤلاء الصحابة يزورون من زاروا وهم يحتسبون الأجر من الله سبحانه وتعالى. ضرار بن ضمرة قال ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة، مع أنه بقربنا ولاطفنا وكذا، بعد ده نحن نهابه علي رضي الله عنه. قال ولا نبتدئه لعظمه، يعني لعظم مكانته. قال فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعني من جماله إذا تبسم. قال يعظم أهل الدين ويحب المساكين، يحترم ذول الدين بحق. لكن قال لا يطمع القوي في باطله، ودي واضحة، يعني ذول مهما بقى قوي ما بيطمع ينال باطل من منو؟ من علي رضي الله عنه، ولا هو لو دار يروج لباطل ما بيطمع انه علي يقر على باطله. ولا ييأس الضعيف من عدله، مهما زول بقى ضعيف اذا جلى امير المؤمنين يجد شنو؟ العدل. قال واشهد بالله، ده ضرار ابن ضمرة قال واشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سجوفه وغارت نجومه وقد مثل في محرابه، يعني هو في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم. الزول الذي سلم يعني أصيب، يقال أصيب وسلم سلمة، يعني كأنه ثقب أو أصيب يعني إصابة تؤلمه. قال ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه وهو يقول يا دنيا يا دنيا أبي تعرضت أم لي تشوفت، يعني تتعرضين لي أم أنك تتشوفين أمامي. قال هيهات هيهات غري غيري قد بتتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، يعني طلقتك شنو؟ ثلاثة. قال فعمرك قصير، يخاطب في الدنيا، وعيشك حقير وخطرك كبير. قال آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. الكلمات دي كلها يا جماعة بتوريك إنه علي رضي الله عنه شخصية فذة، جمع بين العلم النافع والعلم الغزير وبين الحكم وبين العبادة وبين التواضع، كل هذا في هذه الكلمات، وبين إقبالي على الآخرة وزودي في الدنيا وبين هيبته ومجالسته للناس وهكذا. طيب قال فذرفت دموع معاوية رضي الله عنه لما سمع الكلمات دي، ده يوريك انه الصحابة ده النفوس شنو؟ طيب معاوية وعلي نفوسهم طيبة. قال فذرفت دموع معاوية رضي الله عنه حتى خرت على لحيته فما يملكها، يعني بقى بيبكي وما قادر يملك ذاته دموع. قال وهو ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء، الناس القاعدين. قال ثم قال معاوية رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك، الكلام اللي قلته فيه ده حق، كان والله كذلك. ده معاوية قال له فكيف حزنك عليه يا ضرار، تازي قلت عنه الكلام ده، فكيف حزنك عليه؟ قال حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها. طيب شوف الموقف ده، دي يعني المواقف دي
تدل على سلامة صدور هؤلاء الصحابة تجاه بعضهم البعض، معاوية وعلي رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه أحيانا يدخل السوق ويبتلى بما يبتلى به المؤمن في هذه الحياة الدنيا، مهما بلغ فضله من الفقر والحاجة وكذا، لكنهم كانوا لا يلجؤون إلى الخلق وإنما يلجؤون إلى الخالق سبحانه وتعالى. شوف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومشى السوق في أشياء ذكر ابن الجوزي، أنا بس دار أذكر لك منها موقفين. وهو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، قال عن أبي مطرف قال: رأيت عليا رضي الله عنه مؤتزرا بإزار مرتديا برداء، إزار التحت والرداء شنو الفوق كالقميص، قال: ومعه الدرة كأنه أعرابي يدور. كان شفته تقول له أعرابي من الأعراب وهو أمير شنو المؤمنين. قال: حتى بلغ سوق الكرابيس، وصل السوق بعدين لقى لنا فرين ناس بيعوا ويشتروا، واحد كبير في السن واحد صغير. قال: فقال يا شيخ، مجل الكبير، أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم، أنا دار أبيع القميص بتاعي ده بثلاثة دراهم. أنت عارف درهم ودرهم ودرهم، 12 درهم عشان يساوي دينار واحد، 12 بيساوي دينار. وقال: القميص ده أنا دار أبيعه بكم؟ ثلاثة دراهم. قال: فلما عرفه الشيخ اللي يشترك، شيخ يعني كبير في السن، عرف إنه ده أمير المؤمنين، لم يشتري منه شيئا. قال: ليه أنت أمير المؤمنين؟ أنا ما بشتري منه. قال: فأتى غلاما حدثا، ولد شنو شاب صغير ده ما عرفه، فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، أو العكس، ومش دار يبيع ودار شنو يشتري، العكس، الدار يبيع وده سيفه، بيجينا إن شاء الله يبقى لنا لخبطة بين القصتين. هو هنا دار يشتري، ده كبا يبيع له الأول، لما انجل الغلام باع له بثلاثة، والقميص اصلا بدرهمين. شوف الحصل شنو. قال فاتى ثم جاء ابو الغلام قبليه، قال: فلما عرفه لم يشتري منه شيئا، ده الشيخ الاول، فاتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثه دراهم، اللي هو علي رضي الله عنه اشترى من الغلام قميصا بثلاثه دراهم. قال: ثم جاء أبو الغلام فأخبره، فأخذ أبوه درهما، شال له درهم من الدرج من الدكان ومشى لحق منه علي رضي الله عنه، فقال: هذا الدرهم يا أمير المؤمنين، يعني التوب ده بشنو بدرهمين ما بيتلا. قال: ما شأن هذا الدرهم؟ قال: كان قميصنا ثمن درهمين. قال: باعني رضاي وأخذ رضاه، أنا راضي الله طالما بكذا. لكن الموقف المؤثر الثاني ده يا جماعة، ده أنا ذكرته، هو يذهب السوق ويأتي ويبيع ويشتري من الناس. لكن الموقف الثاني، قال عن علي بن الأقمر عن أبيه قال: رأيت عليا رضي الله عنه وهو يبيع سيفا له في السوق، ما جاي يبيع شنو سيفه، ويقول: من يشتري مني هذا السيف؟ يشتري سيفي ده منه؟ فوالذي فلق الحبة، يقسم بالله تعالى، فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته. السيف ده عزيز علي، أنا كشفت به الكرب، لكن كان عندي تمن اشتري به إزار ما كان بعته شنو، وهو أمير المؤمنين. عشان كده يا جماعة، الإنسان في الدنيا دي يبتلى بالفقر ويبتلى بأشياء كثيرة، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أنت بتبتلى في الدنيا دي،
والابتلاء قدر ما إيمانك يزيد الابتلاء بيشتد عليك يشتد. تصلي الصلوات الخمسة في المسجد، تقرأ قرآن، وعندك كم جزء في اليوم بتقرأه وكذا، وتمشي السوق تشتغل تلقى ناس مجار ما جنبك يربحوا وانت قاعد ساي ما فيش، وتجي تعبان وتتدين والأولاد يمرضوا في البيت والكهرباء تقطع ما عندك قروش كهرباء والغاز يقطع في نفس اليوم، شغلتك دي بس تبقى بس قاعد، تفتح محل الدقيق تلقى النمل والفار لما في جيه، وتمشي وين بس كده، تكون صابر وتتحمل حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. يبتلى بالخير وبالشر، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، مرات شر يكون فتنة ومرات خير يكون شنو فتنة، بعدين الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.